نتطرق إلى موضوع آخر، وهو توثيق مواطن بكاميرته الخاصة عملية أخذ رشوة من قبل موظفين في هيئة النقل في سيطرة العبايتشي على طريق بغداد سامراء، فنشاهد. شفت؟ شفت شلون أخذها عمر؟ ها؟ شفت شلون أخذها؟ ما تلحق. من سلم علي؟ لا من سلم علي. أصلاً ما تلحق تفوق عليه. هذا قص له وصل. وصل يقصه 10 جنيه. ايه. هسه ابو تشارجر وهذا اللي قبله.